والمزيد معنا على الهاتف من مجلس الأمة النائب أحمد لاري. سيد أحمد، طبعا أكيد خبر مفزع وموجع وبالأكيد مفاجئ جدا. نعم. حدثنا إذا تفضلت عن ما جرى اليوم خلال الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انا والدكتور خليل عبد الله يعني مقاعدنا خلف مقعد المرحوم، وكان وزير الاعلام في مقاعد الوزراء، فشفنا وزير الاعلام يأشر لنا ويأشر على المرحوم الزميل نبيل الفضل، فطالعته ولا هو راسه منتشي وقاعد يشوخر على الكرسي مثل واحد نايم. نعم. فعلى طول يا وزير الاعلام يا دكتور خليل، الرئيس وقف الجلسه ويا الاعضاء يعني، ونزلناه من على الكرسي وحاولنا يعني طبيب المجلس ويا الدكتور وزير الصحه ووكيل وزاره الصحه يعني حاولوا بالاسعافات الاوليه قدر المستطاع، والاجهزه اللي جابوها من داخل المجلس الصاعق هذا. وبعدين عاد جابوا النقاله وودوه للاميري وتوفى هناك في المستشفى الاميري. هذا اللي يعني اليوم مع الاسف هذا الحدث المحزن، وكلنا ان شاء الله رضا بقضاء الله وقدره. وبهالمناسبه طبعا نعزي الشعب الكويتي ورئيس واعضاء المجلس واهل الفقيد ومحبيه. الحقيقه يترحل بعز عطائه يعني مع كل ظروفه الصحيه، وكل يدري عن العمليات اللي سواها والمشاكل اللي كان يعانيها، ولكن ضر صوت حر ومواقف حره وكلمات حره ومخلص لوطنه وشعبه، وادى دور النيابي خير اداء. وقبلها طبعا كان عنده دور وبصمه اعلاميه كبيره الكل يذكرها، ولكن هذا ان شاء الله سيظل وسيظل في تاريخ الكويت، وان شاء الله المجلس ايضا يستمر بعطائه. وانا لله وانا اليه راجعون. انا لله وإليه راجعون. طبعا وشهدنا العلم على كرسي المرحوم. نعم. طبعا نبيل نعم. فضل، شكرا لك سيد احمد لاري. شكرا.